اللي صار أنه إحنا كان عندنا إشكالية كبيرة في تنفيذ الموازنات بعيدا عن حجم الموازنات. بس انصرفت أستاذ؟ لا يعني حسب وزارة التخطيط نسبة التنفيذ في الموازنات الاستثمارية هي بحدود يعني 65% من التخصيصات. طبعا التشغيلية بالمناسبة نسبة التنفيذ مالتها بين 79 و89%. نعم، فبالتالي طيب. مثل ما تفضل دكتور ماجد، كانت دائما الموازنات في البداية تقر بعجز لكن تنتهي مع نهاية السنة بالتنفيذ لتصبح ميزانية تنتهي بفائض. فهذا أيضا الإشكال الآخر. أيضا لا ننسى أنه الحقيقة بحدود يعني أكثر من 65% من الموازنات هي يعني تشغيلية تذهب باتجاه الرواتب والأجور، فهذه غير مسؤولة عن موضوع هذا ياخذنا بين 75 إلى 78. ما دام تحدث بالتشغيلية تحدثت بالتخطيط، والبقية تفضل. سنة واحدة صارت 30% استثمار.